يلا لو تحكي لنا على قصتك مع الجويدو برك باش نقولوا للمشاهدين الكرام انه السيده نعيمه صالحي كانت تدير جويدو كي كانت صغيره شويه، والنقطه اللي نحبك تحكيها لنا بالضبط هي نهار ضربتي الطالب تاعك تلميذ اللي كنت تقري. انا بغيت تقول لي ياك جي بي هادو ليسونسييل. هو انا اولا كي ديت لا سيزيام ديتها على راس الولايه اللي كنت فيها، يعني كنت فوق ايضا. فالوالد نتاعي داني شهر لفرنسا، داني كان لابوكا هادي، قعدت فيها، عطاني مبلغ محترم، وفي نفس الوقت لقيت هادوك الولاد تاع لافامي هادوك يديروا الجودو هذا، من تما حبيته وبقيت نمارس في هذه الرياضه فتره هكا، ما عليناش. ومن بعد خلاص يعني فاتت. طبعا انا كي حبيت نطلع للجامعه الوالد نتاعي ما خلانيش، كان ممنوع على الفتاه في العائله تاعنا تطلع للجامعه ولا تروح تخدم في المستشفى، معارض لهذه الفكره. اي قول لك باللي الجو مش كذا تعرفي. من بعد انا رحت نقري في المتوسط، قريت، عطوني سنه رابعه. السنه الرابعه اللي مدوها لي كانت اون كلاس تاع لي بوكو بلوس تاع لي غو دو بلان، تاع اللي معودين السنه كلهم قدي في العمر تقريبا، كل كانوا قدي في العمر معودين قداها المره. قباح بزاف، فانا مازالني جديده، دخلت ونحب التعليم، نحبو حد النخاع، نحبو بزاف. وكاين اساتذه قريت عندهم هما اللي خلوني نحب التعليم. من بعد انك والعائله تاعي كلهم يعني تعليم. كيما جا واحد المره كاين فوضى كبيره في القسم، دخلت الاستاذه تاع اللغه العربيه، هي دخلت والغاشي كل سكت ووقفوا كل احترام، وما هدرتش معايا، ما قيمتنيش، وقالت هدرت مباشره مع الطلبه وقالت لهم اللي نزيد نسمع صوته او على بالو واش نديروا، ورحت كلمتنيش. خلاص غادني عمري، غادني الحال بزاف، وغادني كيفاش تجرأ انها تدخل القسم نتاعي وانها ما تكلفش نفسها انها حتى تكلمني وتكلم مع الطلبه مباشره، وزيد كي تخرج وتخليني، يعني ما كاني لست موجوده في القسم. كي خرجت الاستاذه هذه قلت لهم ممكن نعرف علاش كي شفتوها خفتوا ونطوا وسكتوا وكي وعدتكم ما زدتوش نطقتوا واش كاين؟ قالوا لي واعره بزاف الشيخه هذيك، ما واعره بزاف ونوزع الانفاق مالها. انا كنت استاذه التاريخ والجغرافيا يعني الاجتماعيات. صرا مره واحد طالب بديت لازمني نطبق، يعني لازم نهدد لازم نطبق. كاين واحد كم ما يديروا طوايش بزاف في القسم وكامل مشوش هذا، خيرت الواعر فيهم خلاص وغون ديتاي، وجبت كي جا عند روحه باللي يعني نلعب معاه، عطيته خوش بيه ضربه. يلا تحيه على جدو تاعك. جبته قاعد في الارض ومن بعد حكمته، جبته افيك اون فورس، كنت صحيحه يعني بلا نخفف من الاسئله الواعره. خيرت لك مروا الصوره تاعي. انا هناك ضبطت القسم وسالني المدير قال لي كيفاش قدرتي تحكمي في القسم مع ان القسم من اصعب الاقسام هذا اللي ما قبلوهش الاساتذه. انا قلت له نعرف كيفاش ندبر ربيها. يلا نطلب.